الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله رب العالمين في النقاط، النقاط اللي كان لازم علينا نحصلوا عليها في أرضية ميداننا أمام جمهورنا اللي قيم صحافرين وكانوا سند تاعنا، كانوا الدعم تاعنا. ثلاث أطوار لقاء الحمد لله. نظن أن المباراة فمن نعرفوا أن مباراة كيما هذه سيدي موشكياج مباراة صعبة خاصة أمام فريق جريح. نتمنى إن شاء الله أبني الخير إن شاء الله. احنا كان لازم علينا ندير مباراة جدية، كان في عامل سيكولوجي كبير ثلاث أسبوع، عامل كبير أمام المرمى. الحمد لله جسد هذا في أرضية الميدان، اللاعبين مدوا شي اللي عليهم، كانوا مركزين في أرضية الميدان، عطاو المباراة حقها، قدموا شي اللي كان لازم علينا نقدموه. إن شاء الله نزيدوا نعملوا باش تكون نتائج إيجابية أخرى إن شاء الله. عندنا 24 ساعة باش نفرحوا اليوم، نعاودوا نرجعوا نركزوا المباراة القادمة أمام نجم مقرى اللي ما خصكمش سهلة كذلك، بإذن الله نحضروا لها وتكون نتائج أفضل وقادمة أفضل بإذن الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.